السلام عليكم. الانقسام الفلسطيني جرح يتمنى الكل في التئامه، ومع صدور القرار بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية استبشر البعض في أن تؤدي تلك الخطوة في نهاية ذلك الشرخ وولادة جديدة للحالة الفلسطينية، فيما يرى كثيرون أن المخاوف والعراقيل أكثر بكثير من أن يجد ذلك القرار طريقا للنجاح. في الشق الثاني من الحلقة نتعرف على طبيعة الصراع على الهوية التي تعانيه مدينة القدس، صراع يتقدم رويدا رويدا لينال من كل ما هو إسلامي أو عربي وعلى كافة المناحي. من فلسطين وحلقة جديدة، أهلا بكم. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، لتكون الأولى منذ 15 عاما وسط ترحيب فلسطيني عام بالخطوة. ووفق المرسوم الرئاسي فإن الانتخابات التشريعية ستجري في مايو أيار والرئاسية في تموز يوليو، كما طلب من لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة البدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات بما فيها مدينة القدس. وأوضحت أن الانتخابات المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل الوطنية، وأنه سيشارك فيها جميع الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون في الدول التي تسمح بذلك. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر السكايب من غزة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك معنا في برنامج من فلسطين. أسألك في البداية، بهذا القرار من رئيس السلطة الفلسطينية، هل حسم الأمر برأيك؟ حياك الله وبارك الله فيك. يعني أعتقد أن المرسوم الذي صدر من قبل محمود عباس هو أول الطريق وليس نهاية الطريق، وهناك عقبات كثيرة ربما تحتاج إلى حلول، وهناك قضايا مختلف عليها حتى تصل المرحلة إلى نهايتها. نعم، الجميع كان ينتظر مرسوما رئاسيا لكي تتجدد الشرعيات ويقول الشعب الفلسطيني من يريد. هذا هو المأمول من هذه الانتخابات، أن تمضي نحو ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني. ولكن أنا أعتقد أن الأمر بات مرهونا الآن بلقاء القاهرة والنتائج التي سيترتب عنها هذا اللقاء. فإذا نجحت لقاءات القاهرة وتم تذليل كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات، أعتقد أننا سنمضي بها بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني. ولكن لو تعثرت، أنا لا أعتقد أن هناك سيكون انتخابات، وربما يلجأ محمود عباس إلى إجراء انتخابات فقط في الضفة الغربية كي يرضي الأطراف التي تضغط عليه من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية. نعم أستاذ مصطفى، هناك تخوفات مشروعة تحدث عنها البعض تجاه العملية الانتخابية، تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي، عن نزاهة الانتخابات أيضا. كيف تفهم سياق تلك التخوفات؟ أعتقد أنها تخوفات مشروعة، وهي تخوفات أبناء الشعب الفلسطيني، هو تخوفات من كيفية إجراء الانتخابات. هل ستكون نزيهة؟ هل ستكون ديمقراطية؟ هل هناك الإجراءات التي يجب أن تتبع متوفرة الآن في الساحة الفلسطينية؟ هل الحريات في الضفة وغزة متوفرة لإجراء انتخابات ودعاية انتخابية وترشيح وترشح؟ هذه مسائل مهمة. أنا ما يعنيني هو الداخل الفلسطيني، ربما هناك عقبات في الخارج، ولكن هذه العقبات إذا كنا متوحدين أعتقد أن من حقنا أن نواجهها بكل ما لدينا من قوة، وأن نثبت للجميع بأننا شعب حضاري كما نحن كذلك. ولذلك أعتقد أن هناك أمور تحتاج في الشأن الداخلي إلى معالجة، وربما لقاء القاهرة كما قلنا سيصب كل حديثه عن آليات وإجراءات الانتخابات تحت أي محكمة. هل المحكمة الدستورية اللاشرعية يمكن أن يقبل بها الكل الفلسطيني؟ من
سيشكل لجنة الانتخابات أو محكمة الانتخابات، هل ستكون بتوافق وطني أم هي بقرار تسلطي من قبل محمود عباس؟ كثير هي القضايا التي يجب أن تعالج حتى نقول أننا مقبلون على انتخابات حقيقية. نعم، لو افترضنا أن العملية الانتخابية جرت وتمت على مراحلها الثلاث، هل برأيك هذه الانتخابات ستعيد للجماهير السلطة والقرار، أم أنها ستعيد وتكرس هيمنة الفصائل الفلسطينية الموجودة الآن على الساحة ونعود لنفس السيناريو ونفس التناحر بينها؟ كيف ترى المشهد فيما لو جرت الانتخابات؟ يا سيدي، أنا لا أعتقد أن الفصائل منفصلة عن الجماهير، وكل منهما يرغب في تحديث الأمور المتعلقة بالشأن السياسي الداخلي الفلسطيني وتجديد الشرعيات، لأن الشعب يجب أن يختار من يحكمه ومن يقدم له الخدمات. المسألة هي مسألة الرضا، إذا كان هناك رضا بنتائج الانتخابات مهما كانت، سواء من قبل فتح، سواء من قبل حماس، سواء من قبل بقية الفصائل الفلسطينية، أعتقد أنها خطوة متقدمة في اتجاه المضي نحو تأسيس المؤسسات الفلسطينية بما يخدم مصالح الفلسطينيين. الفلسطيني الذي يريد أن ينتخب يريد أن يكون مطمئنا، هل صوته لن يضيع؟ هل صوته لن يعني يتم تزييفه لصالح طرف من الأطراف؟ أنا أعتقد هذه مسألة تعتمد بقدر كبير على وعي الشعب الفلسطيني. هو واعي نعم، ولكن في صناديق الاقتراع لابد أن يضع صوته بالشكل الذي يخدم مصالحه، بعيدا عن الأطراف أو الأفكار الأخرى المتفرقة هنا وهناك. لذلك أعتقد نعم، إذا كانت الانتخابات نزيهة وشفافة وتعبر عن صندوق الاقتراع، بمعنى أنها تعبر عن رأي الجمهور، أعتقد أن الجمهور سيقبلها بكل أريحية. نعم، أشرت أكثر من مرة في حديثك عن أهمية ما سيجري في القاهرة من حوار، ما مدى فرصة نجاح هذا الحوار؟ يعني حماس تنازلت في آخر المطاف عن موضوع التزامن بين الانتخابات الآن، قبلت بالمراحل، مرحلة تشريعية، مرحلة رئاسية، المجلس الوطني. ما في ظل هذا التنازل من حماس وربما تهيئ الظروف للقبول بالطرح على الطاولة، ما مدى نجاح الحوار في القاهرة حسب ما تقرأ؟ ما لم يتدخل أي طرف خارج الإطار، بمعنى خارج الداخل الفلسطيني، باعتقادي أن هناك إمكانية للتوصل. وما لم يصر محمود عباس أن يأتي الكل إلى حظيرته وإلى ما يريد، أعتقد أن هذه مسألة ربما تكون عقبة أمام نجاح لقاء القاهرة. لكن على ما يبدو أن لقاء القاهرة سيكون ساخنا بكل معنى الكلمة، وسيكون فلسطينيا فلسطينيا، ويجب على الكل الفلسطيني أن لا يسمح بتدخل أي أحد من الأطراف، سواء كانت القاهرة أو السعودية أو الإمارات أو غير ذلك. ولابد أن يكون الحوار فلسطينيا. الذي يفسد اللقاءات الفلسطينية وربما المصالحة الفلسطينية هو تدخل الأطراف الخارجية التي تريد أن تجري هذه الأمور بهواها بعيدا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية. ودليل ذلك الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية والأردنية لمحمود عباس. لم يأتوا لكي يطمئنوا على الشعب الفلسطيني، بل جاءوا ليحرضوا محمود عباس على حماس وعلى القوى التي يمكن أن تفوز أو لا تفوز. هذه مسألة تعود لصناديق الاقتراع. هذا أمر أنا في اعتقادي أنه أمر يعني تدخل سافر في الشأن الفلسطيني. بالإشارة إلى التأثيرات الخارجية على هذه القضية، قضية الانتخابات، في ظل الانتخابات التي تجري في الداخل ككيان الاحتلال، يعني هناك انتخابات رابعة وتخبط كما نعرف في الآونة الأخيرة، لم تجري الأمور في تشكيل الحكومة كما يرغبون، هل من تأثير لذلك للمشاكل الداخلية في الكيان المحتل على هذه الانتخابات الفلسطينية؟
يعني أنا أعتقد أن الاحتلال سيتدخل بشكل سافر، حتى سيمنع ربما الانتخابات تجري في مدينة القدس أو في بعض المناطق التي له سيطرة عليها. وأعتقد أن هذا يجب أن لا يستسلم له الشعب الفلسطيني، وأن تكون هذه العقبات من قبل الاحتلال هي معركته القادمة. الكل لابد أن يواجه هذا الاحتلال بكل ما لديه من إمكانية، وأن يسعى إلى تحقيق هذه الانتخابات في كل المناطق. وهناك طرق عديدة يمكن استخدامها والوصول إلى نتائج قد تؤدي إلى رضا الكل الفلسطيني. وهذا يحتاج إلى حالة من التفاهم حول آلية إجراء الانتخابات وكيفية مواجهة كل الإجراءات والعقبات التي ستضعها سلطات الاحتلال أمام المواطن الفلسطيني أو أمام السلطة الفلسطينية. ولذلك أنا أعتقد أن الأمر يعني مهم جدا أن يكون هناك تكاتف فلسطيني ومواجهة لكل هذه الإجراءات من قبل الاحتلال. وأعتقد أن إرادة الشعب دائما تغلب أي إرادة مهما كانت قوية. أيضا بالنظر للتأثيرات الخارجية، قدوم بايدن للحكم في أمريكا، هل سيساهم في إتمام هذه العملية، عملية انتخابية الفلسطينية، أم لأنه ترامب نعرف طبعا كان في فترته ربما من أسوأ فترات التي مرت على الشعب الفلسطيني، قدوم بايدن كيف ترى الصورة؟ يا سيدي، يجب أن لا نراهن على أي طرف خارجي، رهاننا يجب أن يبقى علينا نحن كفلسطينيين. بايدن لا يختلف كثيرا عن ترامب، وإليك ما تحدث به المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية بأن بايدن لن يتخذ أي قرار لرفع أو إزالة السفارة الأمريكية من القدس، ولن يلغي قرار الاعتراف بأن القدس عاصمة الكيان. هذه مسألة بديهية، الإدارات الأمريكية جميعها منحازة أو متبنية لوجهة النظر الصهيونية. ولكن الذي يختلف ما بين بايدن وترامب هو الأسلوب، هو الطريقة التي يتم تنفيذ ما يريدون. هذا هو يعني لو تتبعنا كل الإدارات الأمريكية وموقفها من القضية الفلسطينية وموقفها من الاحتلال الصهيوني، نجدها دائما إلى جانب الاحتلال الصهيوني. ولذلك الرهان على بايدن أو على غير بايدن أعتقد أنه رهان خاسر. أخيرا، أشرت إلى موضوع العراقيل التي سيضعها الاحتلال، وخاصة منعه الانتخابات في مدينة القدس. موضوع الانتخابات في القدس يبدو لا زال شائكا، وهناك سيناريوهات عديدة كيف ستجري الانتخابات في العاصمة الفلسطينية. ما هو الأقرب حسب رأيك وحسب اطلاعك على المشهد؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن ربما يكون التصويت عبر الجهات الإلكترونية أو الأدوات الإلكترونية حتى يتم الحفاظ على مجرى هذه الانتخابات ولا يكون هناك تدخل من قبل الاحتلال. أمريكا فعلتها، وهي أمريكا الدولة الديمقراطية الكبيرة نتيجة الجائحة التي يعانون منها. ولذلك أنا أعتقد أن التوافق الفلسطيني على كيفية إجراء الانتخابات في القدس أو غير القدس التي يحول الاحتلال القيام بها هي التي يجب أن تكون. لابد من توافق، وأنا أؤكد على ضرورة التوافق وليس التفرد في اتخاذ أي إجراء، وإلا نعتقد أنه سينجح الاحتلال فيما لو تفرد طرف من الأطراف بالطريقة التي يمكن إجراء الانتخابات بها. ولذلك لابد أن يتوافق الجميع على طريقة كيفية مشاركة أهل القدس، هل بالتصويت في بعض البلدان أو المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية، هل التصويت عبر الإلكترونيات، هل التصويت في مدينة القدس. هذه مسائل لابد من أن نتوافق عليها جميعا حتى نخرج بنتائج طيبة. من غزة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نواصل بعده استكمال حلقتنا من فلسطين، فابقوا معنا.